السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ثلاثه الحوايج اللي هما طلبكم في طور المعالجه، والناس اللي داروا شكايه وكيطلع لهم لم يتم وضع اي شكايه بالنسبه لطلبكم، وبالنسبه حتى للدفعه الثالثه. غادي نبسط لكم غير المعلومات اللي خديت من البرنامج اللي كيدوز على القناه الثانيه، اللي كيجاوب فيه الدكتور جمال معتوق على الاسئله ديال الناس. المهم غادي نبداو بالنسبه للناس اللي كيطلع لهم طلبكم في طور المعالجة، والناس اللي كيطلع لهم لم يتم وضع اي شكاية بالنسبة لطلبكم. هذا المشكل هذا ما عرفتش بالضبط واش مشكل عندهم في السيستم ولا عندهم شي مشكل في لجنة اليقظة. المهم حتى الدكتور جمال معتوق شار لهذه القضية هذه، وطلب من لجنة اليقظة انها تخرج بشي بلاغ ولا بشي تواصل مع الناس بهذه 800,000 اللي باقا، تواصل مع الناس اللي عندهم هذه المشاكل هذو، واقترح ان الدار واحد البوابه اللي تعاود الناس الا كان عندهم مشكل في السيستم انهم ما قدروش وقع لهم شي مشكل ومشاو لهم دوك الشكايات ولا شي حاجه، ولما قدروش يتريتيو دوك الشكايات، انهم يديروا واحد البوابه. بزاف الناس ما استافدوش، وبزاف الناس تيصيفطوا ليا، والله زعما كنتاسف لهاد الناس اللي تيصيفطوا ليا. صيفط ليا غير واحد السيد اليوم قال لي راه السيد كيبكي، كيطلع ليه طلب غير موجود، ولا كيطلع ليه لم يتم وضع شكايه لطلبكم. قال لي كيبكي مسكين دابا من هذه 4 شهور وما عندوش، ما خدا لا دعم لا والو. يعني نتمنى كيف ما قال الدكتور جمال معتوق ان تفتح شي بوابه الناس اللي ما تسجلوش من الاول ومحتاجين، والناس اللي داروا شكايه وما خداوش، وحتى الناس اللي داروا شكايه وما كطلع لهم باللي ما داروا لا شكايه لا والو. لهذا كنتمنى ان الناس تبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل للمسؤولين او لجنه اليقظه باش يشوفوا هذا الشيء اللي واقع. ما عرفتش واش كيشوفوا هذه الحالات ديال هاد الناس هادو ولا ما كيشوفوهمش، ما عرفتش. المهم الاعلام انه كيوصل المعلومه، وهذا ما كان يعني الاعلام الدور ديالو انه يوصل المعلومه. والحمد لله الدكتور جمال معتوق راه كيف ما كتشوفوا راه كيهضر بلسان هاد الناس اللي مضرورين، وحتى حنا راه كنوصلوا غير المعلومه. هذا ما كان يعني الناس اللي مضرورين تنعرفوهم راه تنوصلوا المعلومه ديالهم للناس. اما بالنسبه للدفعه الثالثه كيف ما كتشوفوا راه حتى واحد باقي ما عرف اشنو كاين. بزاف الناس كيجي يقول لي وراه انت قلتي في الفيديو راه قلتي نهار 15، اي راه نهار 15 خرجت للضمان الاجتماعي. راه في الفيديو قلت لكم بلي تخرج للضمان الاجتماعي والناس ديال راميد، الناس ديال القطاع الغير مؤكل، هادشي اللي كانوا دايرين. وخرجت الناس ديال الضمان الاجتماعي، وداك النهار العثماني في مجلس النواب قال بلي الضمان الاجتماعي خداو، والفئه الاخرى حتى هي غتاخذها عن قريب. ما يجوش شي وحده يبقى يقول لك لا، وديك الفهمات ما الله يرحم لكم الوالدين تعاونوا معنا، راه ما كنعطوش الدعم، حنا غير كنتعاونوا مع الناس وكنوروا للناس وكنوصلوا لكم المعلومه. هذا ما كان. ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو، ونتمنى ان كاع الناس اللي محتاجه تستافد. والله كيبقى فيا الحال فاش كيجي شي واحد كيقول لك راس فلان تيبكي وكبير في العمر وهادي وهادي. نتمنى من لجنه اليقظه انها دير شي بوابه باش الناس اللي ما استافدوش يعاودوا يديروا شكايه ولا يتسجلوا. هذا ما كان، بارطاجيو الفيديو، تهلاو في راسكم.